يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكفي العقيدة الواسطية عن الحموية، وأن من فهمها فهما كاملا تكفيه في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لكن الحموية أعمق منها وأكثر، فيها مسائل ليست في الواسطية، يأتي في آخرها مسائل لا توجد، وفيها المقدمة هذه ما هي في الواسطية. وإن كانت الواسطية جيدة ومفيدة، ولكن الحموية أشمل منها وأكثر منها. نعم.